نواصل. عندنا في المحاضرة دي هنشوف الليدنج اند مانجينج اللي هو الفرق بين الإدارة والقيادة. ability to lead effectively sets excellent manager apart from average one اللي هو قدرتك على القيادة الفعالة بتخط اللي هو تميز المدراء في انه يحيد عن النمط العادي. مانجر ديسبيس اون جوينج اورجانيزيشنال اكتيفيتيز، طبعا المدراء دي اللي بيتعاملوا مع المشاكل المستمره او الانشطه المستمره للمؤسسه زي البلاننج والبادجيتنج روتينز اللي هو التخطيط والميزانيات والاستراكشرنج ذا اورجانيزيشن. اما الليدرشيب انكلوس الاوركستريتنج اورجانيزيشنال تشينج، القياده هي بتعمل تناغم للتحول في المؤسسة change، وفي فرق بين الترانسفورميشن بين التشينج، ما عارف حنجيه ولا لا، لكن اذا عندنا بيت جينا عملنا له جير صلحنا له هنا ده بنقول تشينج، اما الترانسفورميشن نشيل البيت ده كله ونبني واحد جديد زي اعمدة وكده هنا. فنحن التشينج ده هو واحدة من الحاجات الاساسية في الليدرشيب، creating a vision for the firm and inspiring people to attain it، يعني نخلق رؤية للمؤسسة ونلهم الناس ونحفزهم في انه يتحصلوا عليها. management and leadership are both vitally important، الاثنين طبعا مهمات يا اخوان. في اثنين، في حاجة اسمها supervisory leadership، في حاجة اسمها strategic leadership. السوبرفايزر دي اللي هي القيادة الإشرافية دي بتدي الجايدنس اللي هو التوجيهات والسبورت الدعم والكوركتيف فيدباك فور دي تو دي اكتيفيتيز اللي هو التغذية الراجعة او التقرير عما يحدث من الأنشطة اليومية في الوحدات الشغالة فيها الناس. اما الاستراتيجيك ليدرشيب، الاستراتيجية دي بتدي البيربوس ان مينينج تو اورجانيزيشن، بتدي اللي هو الاساس والمعنى من وجود المؤسسه زي ما شفنا في جون هوبكنز. انا قصدت اجيب لكم جون هوبكنز في البدايه، بعد ذاك اجي اجيب حاجات الليدنج والحاجات organization success or fail because how well followers flow، نجاح المؤسسه طيب ونص نجاح المؤسسه او فشلها دائما بيجي انه كيف التبع اللي هم الناس الامبلويز يعني بيتبعوك. الافكتيف الحمد لله عفوا الشباب، الافكتيف فولورز اللي هم ديل التبع الفاعلين او اللي بيسموهم شنو الامبلويز الفعالين، الكابابل اوف اندبندنت ثينكينج عندهم التفكير المستقل، يعني ما اللي تقول لهم براهم عندهم ممكن يبدعوا، ار اكتيفلي كوميتد تو اورجانيزيشنال جولز ودائما ملحومين باهداف المؤسسه، ار انثوزياستيك اباوت ايديز اند بيربسز بيوند ذير اون سيلف انترست، بيكونوا متحمسين للافكار يعني بعيدا عن مطامحهم الشخصيه ومصالحهم الشخصيه، ماستر سكيلز ذات ار يوسفول تو ذا اورجانيزيشن، والحاجه اللي بتقدم المؤسسه في مهاراتهم هم بيكونوا فيها يعني مميزين ويعني مسيطرين عليها، هو performance standards that are higher than required ودائما أداؤهم فوق ما هو للمعيار أو فوق ما هو مطلوب. power and leadership اللي هو القوة والقيادة، power ability to influence other people، القوة هنا نقصد بها قوة التأثير على الآخرين. في many sources of power يعني في كثير من مصادر القوة زي legitimate power، legitimate دي الحاجة الشرعية، يعني دائما الزول الكبير في العائلة، الكبير في مجلس الأساتذة، مدير الجامعة، مدير المؤسسة، مدير القسم، ده بده عنده سلطة شرعية أو قوة شرعية. leaders عندهم organizational authority يعني عندهم السلطة اللي هي تحت المؤسسة. employees are obliged to comply with the legitimate orders يعني أي قرارات تجي أنت كموظف مفروض تتبعها. في reward power القدرة على الإثابة اللي هو ده leaders has control over value rewards اللي هو الإثابة على ما تقدمه من عمل أو بيسموه motivation. في coercive power leader has control over punishment، كورسيف اللي هي دي القوة العقابية اللي هي العصا والجزرة، الجزرة العصا.
في الريفرنت باور دي ليدرز هاز بيرسونال كاركترستكس ذات ابيل تو اذرز ميك ذم دي سيريس اوف ليدرز ابروفل. الريفرنت دي القوه الكامنه في الشخص نفسه في الكاريزما حقته في الاكسبيرت باور اللي هو قوه الخبير. ليدرز بيكون عندهم النولج ذات اذرز فيل ويل بي اوف بنفيت تو ذم. اوكي دي قدرته على تحليل الناس. طيب دي انواع القوه، دي المصادر بتاعت القوه اللي هي الـ source of power الـ authority السلطة المدينك لها control over rewards و control over punishment و appealing personal characteristics و expertise الخبرات بتاعتك. طيب في traditional approaches to understanding leadership اللي هي الطرق المناهج او النهج التقليدي لفهم ان نفهم الـ leadership القيادة، في الليدر تريت اللي هي سمات القائد، في اللي احنا حاجه اسمها انتهاج السمات او النهج المعتمد على السمات. The focus on individual leaders to determine the personal characteristic that great leaders share. يعني في ناس لغه الخطابه حقتهم مثلا هتلر از ا ليدر لكن از ا باد ليدر، ستيف جوبز از ا ليدر، بيل جيتس از ا ليدر، جمال عبد الناصر از ا ليدر، جعفر نميري is a leader، ما كان رئيس كان leader، عنده حاجات بتاعت leader and so forth. مهاتما غاندي is a leader، فعندهم حاجة كامنة فيهم، سيمة كامنة، تريت كامنة فيهم. characteristics that distinguish effective leaders. طيب الحاجات اللي بتميز الليدر الفعال شنو؟ اول شيء الدرايف اللي هي الدوافع حقته. characteristics that reflects a high level of effort. بعدين leadership motivation، هو عنده حب want to lead. بعد ذاك الانتجريتي، تكامل، actions corresponds to words يعني يفعل ما يقول ويقول ما يفعل. self confidence الثقة في الذات بحيث انها ما تبقى تكبر. expectation that one is able to overcome obstacles and make good decisions in the face of uncertainty. knowledge of the business يكون عارف حاجته الشغال فيها. ability to interpret the information ability to perceive the needs of others لازم تعرف حاجة الآخرين وتحللها and to adjust one's behavior accordingly وتعدل عليها سلوكيات الشخص على حسب الحاجات دي. في leader's behavior اللي هو في behavior approach النهج السلوكي. So they identify what behaviors good leaders exhibit. اللي هو ده شنو السلوك اللي بيميز الليدر من البقية. task performance اللي هو اداء المهام الموكلة لهم. leaders effort to ensure that the work unit reaches its goals والهدف الاساس منه انه يؤمن تحقيق الاهداف بتاعة المؤسسة. focus on work speed سرعة العمل، quality جودته، والquantity اللي هي productivity والقوانين. في الجروب maintenance، الجروب maintenance طبعا هو ده ما يحافظ على روح الجماعة. action taken to ensure satisfaction انه الناس يعني satisfied و develop and maintain harmonious work relationship يخلق علاقات بين الناس متناغمة ومنسجمة في بيئة العمل. leader member exchange theory دي واحدة من النظريات بتاعت القيادة وهي the focuses on leaders behavior toward individuals سلوك المدير او سلوك القائد تجاه التبع. focus is primarily on group maintenance behavior بيشوفوا قدرته على لأمة الجماعة ولحمة الناس والpotential for cross cultural differences وقدرته على إدارة الناس يعني لهم cultures مختلفة في بيئة عمل واحدة. طيب الليدر behaviors continued في participation in decision making اللي هو المشاركة في اتخاذ القرار. leaders behavior that managers perform in involving their employees in making decision برضو اشراك التبع والemployees في اتخاذ القرار. في الautocratic leadership ديل نوعين في decision making وفي الديمقراطيك. الautocratic طبعا الديكتاتوري makes decision and then announce them to the group انا قلت كده 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 كده. الديموكراتيك solicit input from others اخواننا عايز كده رايكم شنو. uses consensus or majority vote to make the final choice نشوف رايكم ها ما اتفقتوا يلا صوتوا على الحاجه دي. طيب في leaders behavior بيشوف الافكت اوف ليدر behavior تاثير السلوك على الناس. في decision style
نوع اتخاذ القرار في الديموكراتيك ابروتش زي ما قلنا، وفي الاوتوكراتيك في حاجه اسمها اللازيسفير او اللازيسفيري. ده ليدرشيب فلسفي كاركترايز باي ابسنس اوف مانجيريال ديسيجن ميك. قول له خانا هوي والله دار انت سووا انتو هنا كاركترايز اوف سيتويشن ليدر ان اذر فورس ديتيرمين ابروبريت ديسيجن ميك، بيخلي الاخرين انت يعني يبقى يتلك الحبل على عاهنه او على قاربه. طيب البيهيفير تريد كومبانيز وونت امبلويز تو اكزيبيت، شنو السلوكيات المطلوبه بواسطه المؤسسات من الامبلوي؟ او شي كومبانيز مست موتيفيت وركرز تو، نحن بنحفز العامل عشان نعمل يحصل شنو. او شي تو جوين اورجانيزيشن، زي ما شفتوا قلت لكم جون سوبكنز في البدايه اتراكت موتيفيت واعمل واعمل واعمل. اول شي زي جوين اورجانيزيشن، جوين اورجانيز join the organization join the organization انت بتحفز عشان يعني يبقى من الامبلويز بتاعنا. اثنين remain in the organization، ده قلت لكم شنو retain. ثلاثة come to work regularly اللي هو تخليه يجي منضبط الانضباط، واتيف الهاي اوتبوت ويجي يكون منتج يعني يحصل فول يوتيلايزيشن له. اكزيبت جود سيتيزن شيب، ودي بسموها المواطنه المؤسسيه. الجود سيتيزن شيب دي يا اخوانا بتجي بحاجه اسمها بسموها الامبورمنت، بسموها امبورمنت اللي هو التمكين. يعني انت بتدي الامبلوي بتاعك الاحساس بانه مش الاحساس حقيقه، بتقول له انا في ما في انت بتنوب عني، بتمكنه من اتخاذ القرار من اداره الهناء المؤسسه كده 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 كده، فبحس انه الحاجه دي حقته. وص انه حس انه الحاجه دي حقته بالتالي بيكون حريص على انها تنجح وكده وكده، بسموها السيتيزن شيب او الانستيتيوشن سيتيزن شيب. طيب في مرحله وضع الاهداف نحن نتكلم على الاستراتيجيك بلان والحاجات زي دي. جول سيتنج ثيوري اللي هي نظريه وضع الاهداف. بيبل هاف كونسنسس كوست ذات generalize them and direct their thoughts and behaviors toward a particular end. في اهداف بتوحد الناس وكلهم بيشغم على انه يصلوا لنهايات فيها. الجولز اللي بتعمل motivation انه الجول should be acceptable to the employees، يعني يكون مقبول له. يعني ما تديه هدف فيه حاجة بتتنافى مع سلوكه، بتتنافى مع دينه، بتتنافى مع اخلاقه كده. goals should be challenging but attainable، تكون فيها نوع من التحدي لكن قابلة للتحقيق. goals should be specific, quantifiable and measurable، عندما بنقول الهدف لازم يكون smart, specific, measurable, relevant اللي هو smart, specific, measurable, achievable, relevant and timely bound. في محددات في وضع الاهداف limitations of goal settings. اول شيء الانديفيدوالز جول، اذا عندك هدف حقك خاص بك بتعمل كومبيتيشن و it will reduce الكوبريشن. اثنين single productivity goal interferes with other dimensions of performance، اللي هو الهدف ذو الهلال الواحد تبي بيخش معاك في يعمل هزل البرفورمانس بتاع المؤسسة. طيب consequence of behavior عندنا هنا ده behavior، اما يكون positive reinforcement or negative reinforcement، يحصل له تعزيز سالب او موجب. في النهاية same behavior like to be repeated، بدعات. طيب behavior اذا حصل punish or extinction برضو same behavior less likely to be repeated، ما بدعات. اوكي اذا احنا سلكنا سلوك و السلوك ده كان بوزيتيف عملنا له انفورسمنت ممكن يتعاد تاني، او لو كان نيجاتيف وعززناه يعني جانا زول وعملنا له غلط وقام ادانا حاجه هديه، قبلنا الهديه دي ده نيجاتيف. مره ثانيه واحد ادانا برضو قبلنا، بعد شويه هنا ده حيتكرر. اوكي لو حصل بانشمنت او اكستنكشن السيم بيهافير ما بيحصل، شافك المدير وناداك وعمل لك هنا ومضاك استيضاح تاني ما بتكرره، او حتى لو كررته بتكرره بسرعة. understanding people needs، لازم نعرف حوجة الناس اخوانا as a leader. اول شيء في حاجة اسمها content
theories النظرية المحتوى indicate the kinds of needs that people want to satisfy. في نوع satisfied by money, في نوع satisfied by satisfaction كثير. The extent to which and ways in which person's needs are met or not met affect her his behavior on job. أيوة. إلى أي مدى نحن نجحنا في إشباع النيس حقته بمثل إنه السلوك بتاعه يكون كيف. ماسلو ده أخواننا عالم عنده هرم اسمه هرم الاحتياجات. ماسلو هيرارشي أوف نيس هو إبراهام ماسلو. والهرم ده هو تربوي إبراهام ماسلو. الهرم حقه ده شغال حتى الآن فيه 5 عتبات. في حاجة اسمها الفيزيولوجيكال نيس زي الأكل المأكل والمشرب والجنس والمأوى. دي كل الناس دي القاعدة الأولى كل الناس تشارك في الحاجة دي. بعد ذاك العتبة الثانية اللي هي safety or security الأمان أو السلامة. The protection against threat and deprivation. أي واحد فينا بيتمنى إنه يحصل على العتبة الأولى وبرضه يكون في أمان. بعد ذاك في السوشيال اللي هو ده الانتماء. فيه الفرنشيب وفيه الافكشن فيه البيلونجينج سلوك الشعور بالانتماء الشعور بالحب الشعور بالصداقه والحاجات. بعد ذاك في الاوجو الذات اللي هو اندبندنس تكون مستقل وتكون اتشيفمنت عندك انجازات تكون حر وتكون ريكوجنايزد ويكون عندك سيلف استيم اللي هو عزه نفس. بعد ذاك تحقيق الذات اللي هو تدرك البوتنشلز حقك. ماسلو هو postulates that people satisfy this needs one at a time from bottom to top. يعني انت بتشبعها ومن تحت لفوق. People motivated to satisfy lower needs before they try to satisfy higher needs. نحن بنشبع الاحتياجات الدنيا حتى بعد ذاك الاحتياجات العليا. Once satisfied اول ما يحصل ساتسفاكشن a need is no longer powerful motivator. اذا زوج شبع منها بعدها ما بتكون محفز بتشوف محفز غيره. اوكي يعني اذا زول بتحفز بالقروش وغنى تاني القروش ما بتغير فالمال بيصبح ما motivator او الحاجة اللي بتغير بتصبح ما motivator. Not altogether accurate theory of human motivation. هي طبعا ما في شيء يا اخواننا perfect perfection ده لربنا سبحانه وتعالى. فهي ما صايبة في كل السلوكيات الإنساني. ننزلس على الرغم من ذلك made 3 major contributions أدت إلى 3 يعني شراكات. Identify the important need categories حددت المجموعات تحت الحاجة و help to sync in term of lower and higher levels وخلتنا نفصلهم ب higher و lower. بعد ذلك increase salience of persons growth and self actualization وزادت من اللي هو التحدث عن نمو الشخص وتحقيق الذات. في ألدر فيرس إيرك ثيوري ده postulates that people have 3 basic sets of needs. عندهم 3 مجاميع من الحاجات. أول شيء existence needs حاجات تحت الوجود. material and physiological desires. في relatedness needs لعلاقة دي involve a relationship with other people satisfied by the process of mutually sharing thoughts and feelings. بعد ذلك في growth needs الحاجة للنمو دي motivate the people to productivity or creativity وديل satisfied by fully utilizing the personal capacities إنك تستخدم الطاقات حقاتهم و developing new capacities وتضيف لهم طاقات جديدة. Elder first postulates that several different needs can be operating at once. ده طبعا قال الدنيا حتى بعد ذاك العليا ده قال كلها بتشتغل مع بعض. Has greater scientific support than Maslow's hierarchy. ده لقى دعم علمي اكتر من هرم ماسلو للاحتياجات. Both theories remind managers of the types of reinforces. ده كله احنا بنقول للمدراء عشان يعرفوا how to deal with their employees. وده هنا الرسم بتاعه والمقارنة بيناتهم اللي هو ده ألدر فيرس ده في الإكزيستنس ده هنا عنده السيفتي والفيزيولوجيكال. الريلاتيدنس ده عنده الأوجو والسوشيال والجروس ده عنده السلف أكشواليزيشن. طيب the contributions of team اللي هو effects of organization effects on organization. أول شيء الفرق بيضيف هي building blocks for organization structure.
بعدين هي فورس فور برودكتيفيتي للإنتاجية، وفورس للكواليتي، وفورس للكوست ريدكشن، وفورس للسرعة، وفورس للتشينج، وفورس للموتيفيشن. طيب البنفيتس اوف جروبس اللي هي الاتياب، البنفيتس درايف باي اورجنايزيشن، هي بتقود المؤسسه. جروبس عنده توتال ريسورسز ذان انديفيديوالز، هما بيعتبروا مورد متكامل اكثر من الافراد. جروبس هاف جريتر دايفرسيتي اوف ريسورسز، بيكون عندهم موارد مختلفه. جروب كان ايد ديسيجن ميكنج، بيساعدوا في صنع قرار. طيب البنفيتس دي الاورجنايزيشن بتستفيد من حاجه، البنفيتس اللي بيستفيدوها الافراد في في في, في التيم شنو؟ جروب از يوزفول ليرنينج ميكانيزم، طبعا من افضل الحاجات اللي انت تتعلم بها الشغل بتاع الفريق. وانا يعني بصوره حقيقيه في الماستر بتاع الميديكال اديوكيشن تعلمت الكثير من الجروب ليرنينج. الجروب كان ساتيسفاي امبورتنت بيرسونال نيدز، وممكن يعمل لك ساتسفاكشن للبيرسونال نيدز حقتك. والجروب ممبرز كان بروفايد وان انذر ويز فيدباك، كل واحد بيصلح الثاني ويعدل ويزيد منه. ايدنتيفاي اوبورتونيتيز فور جروث اند ديفلوبمنت، وبيوروك الفرص اللي انت ممكن تتطور فيها، بتعرف ملكاتك وبتتطور. بعد ذاك ترين كوتش اند منتور، دي كلها بتتعلمها. طيب ذا نيو تيم انفايرمنت اللي هي بيئة التيم الجديدة، الديفينيشن بالنسبة للworking group هو collection of people who work in the same area or have drawn together to undertake a task، هم شغالين في حتة واحدة أو عندهم مهمة واحدة تجمعهم، وليس بالضرورة don't necessarily come together as a unit، يعني يجوا جنب بعض في حتة واحدة. أنا chief significant performance improvement، يعني يجوا كلهم يرفعوا الترابيزة دي، أو لا ممكن تكون عندهم task رابطهم كلهم مع بعض، ده بيعمل في حاجة وده بيعمل في حاجة، لكن في النهاية هم they should have to work as a group. التيم A small number of people الفريق with complementary skills who are committed to a common purpose، زي فريق الكورة كل زول عنده موقع وكل زول عنده ملكة عشان في النهاية يفوزوا بالمباراة. Common performance and goals and common approach for which they hold themselves mutually accountable، دائما بيكون دي حاجة درايف بالنسبة له. في الريل تيمز ار مور فولي انتجريتد انتو ذا اورجنايزيشنال ستراكشرز، اللي هو الفرق الحقيقية هي بتكون يعني جزء أصيل من هيكل المؤسسة. authority of team is increasing، وسلطات الفريق زادت بالذات في المؤسسات. a new team environment في التراديشنال انفايرمنت، عندنا التيم انفايرمنت، الفرق بين البيئه التقليديه والبيئه بتاعت روح الفريق. في البيئه التقليديه مانجر ديتيرمين اند بلانز ورك، في البيئه التقليديه المدير هو بيحدد ويخطط للعمل. في بيئه الفريق مانجرز اند تيم جويل ديتيرمين اند بلان، بيشتغلوا مع بعض المدير والفريق في خطه العمل. جوبس ار نورلي ديفايند، اللي هي ال 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 الوظيفة حقتك بيكون تعريفها كده مبسط. jobs require broad skills، هنا لا بوضحها لك السكيلز اللي عايزينها والنوليدج. ده في cross training is viewed as inefficient، اللي هو التعليم من بعض او نقل التعليم من هنا لهنا بيشوفوه ما فعال. cross training is norm، هنا في التيم انفايرمنت ده شيء طبيعي. most information is management property، المعلومات كلها من حق المدير. هنا most information is freely shared، تشارك المعلومات بكل حرية. training for non-managers focuses on technical skill، أي تدريب لغير مدراء بس بيدربوه في technical skill. هنا ال continuous learning requires training for all، هنا كل الناس بتتدرب. risk taking is discouraged and punished، أي حاجة فيها مخاطر بتاعه هنا غير مناي بيعاقبوا على ما يعرض المن. هنا لا people work to encourage and support measured risk taking، هنا بيسجوا انك تقوم بمخاطرة وكده. وهنا people work alone، هنا people work together. rewards based on individual performance، ده الريوارد طبعا مبنية على مساهمة contribution to team and individual performance.
بعد ذاك المانجر ديتيرمين البيست ميثود، المدير بيحدد افضل طريقه. هنا ايفري ون وركس تو امبروف الميثودز اند بروسيس. طيب امبروفينج الكوميونيكيشن سكيلز، امبروفينج السندر سكيلز اللي هو دي لغه الخطاب، بريزنتيشن اند بيرسويشن سكيلز لغه التقديم، في الريدندنسي ستيت يور فيو بوينت ان افريتي اوف فويس اللي هو تعرض تنايك بالموضوع، powerful messages are simple and informative. في الرايتنج سكيلز يكون عندك قدرة على العرض، قدرة على الكتابة، request clear logical thinking، يكون تفكيرك يعني منطقي واضح. strive for clarity، يكون يعني من وضوح بمكان. organization reliability and brevity. first draft rarely is good as it could be. الهناية الأول ده بكون يعني أحسن ما لديك. Be critical on your own writing، لما تكتب أنقد نفسك. بعد ذاك اللغة تحت الخطابة حقتك. Word choices can enhance or interfere with communication، اختيارك للكلمات الخطابية قد يعيق وقد يعزز، فدي داري يعني داري منك الهناية. Consider the receiver background and adjust your language، شوف الباكجراوند تاع الناس وبعد ذاك عدل اللغة بتاعتك. learn something about foreign languages for overseas business، وتعلم لك يعني حاجات اللي هو realizing الكلتشر ده يا اخواننا حاجة مهمة جدا جدا، حتى للناس اللي مش للمدراء وكده، حتى الناس اللي بيقدم الخدمة احيانا لو ما عرفت الباكجراوند بتاع متلقي الخدمة قد يعني تخسره. في حاجة في الامبروفينج الكوميونيكيشن سكيل، في النون فيربال سكيلز اللي بسموها لغة الجسد والإشارات، ساينس أذر ذان ذوز ذات آر سبوكن أور ريتن، هي أكثر من مكتوبة واللي بيتكلمها هي لغة الجسد. كان سبورت أور أندرماين ذا ستيت ديد مسج، ممكن تدعم أو تقلل من فهم الرسالة المرسلة. النون فيربال كوز مي ميك جريتر امباكت أون أذر ساينس، يعني بتجي الإشارات الغير اللفظية قد يكون لها وقع أكبر وأثر أكبر من بقية الساينس. can send positive messages with non-verbal signs by، ممكن ترسل بها رسالة موجبة غير لفظية. by using time appropriately، يعني تستخدم الوقت بسرعة. وarranging the office، نرتبه وتو فوستر اوبن كوميونيكيشن عشان ترى عليك هنا. او ريمبرينج يور بودي لانجويج، دائما تذكر لغه الجسد. فيشل اكسبريشن اند تون اوف فويس، ونحن اي ثينك انا اخذت لكم هنا ما عارف حنجي عليه. البودي لانجويج دي يا اخواننا من اهم حاجات النجاح في اي حته، ان يكون عندك تكون جود كوميونيكيتر. وزي ما قلت لكم في الورلد فيدريشن اوف ميديكال اديوكيشن في 2023، الكنديان ميديكال اسوسيشن بورد، في 6 بيسموها 6 كامل كومبتنسيز، 6 مهارات لازم الهيلث بروفيشنال تكون موجوده في الكريكولم بتاعه. واحده منها الكوميونيكيشن سكيل، بيشوفوا الهيلث بروفيشنال از كوميونيكيتر واز مودريتر واز سكولر، مدرس ومدرب كده. non-verbal signs in different countries، في عشان كده نحنا need to correctly interpret the non-verbal signs of others. بالمناسبة أنا درست لغة الجسد ودرست communication skill، من أمتع الكورسيز اللي أنا درستها وخشيتها، ومن أمتع الكورسيز اللي أنا يعني بدرسها باسم شنو بدواخلي حاجة ما تتصور كيف. بس للأسف ناس ده بينظروا للعلم نظرة غريبة، دي بسموها soft skill. والsoft skills دي الآن يا إخواننا هي مطلوب أساس في لأي professional، هي كثيرة مجموعة من المهارات اللي هي ما بتعملها بيدك، واحدة منها communication skill. طيب في improving receiver skills برضو listening اللي هو بنفس القدرة على الخطابة، أنت لازم يكون عندك قدرة على الاستماع. good listening is difficult and not nearly as common as needed، ما سهل انك تستمع للزول. في الريفليكشن اللي هو انطباع، process by which a person states what she believes to other person is saying،
الحاجة اللي بتتقع عليك وتنعكس. listening begins with personal contact، بيبدأ بالتواصل المباشر مع الشخص. بعد ده good listening leads to development of trust، بيؤدي إلى شنو؟ بناء الثقة. listening more important for innovation than for routine work، يعني بتستمع انت هنا للحاجات اللي فيها innovation ما الحاجات العادية. بعد ذاك القدرة على القراءة reading، reading mistakes are commonly and costly، إذا أنت بتقرأ في حاجة وأخطأتها دي بكون تمنى غاسي. ف read the memos promptly and carefully، الميمورندمز بتاعتك. بعد ذاك note the important points for later referral، إذا في حاجة أنا أعمل عليها نوت. read the materials outside of your immediate concerns. طيب الكي تو افكتيف ليسننج، اول شيء تلقى فايند ان اريا اوف انترست، الحته اللي انت بتستمتع بها. جادج الكونتنت نوت الدليفري، دائما لما تقعد في الافكتيف ليسننج ما تنقد الطريقه اللي وصلوا لك بها او الشخص، انقد الفكره نفسها. هولد يور فاير، ما تنفعل وتولع نيرانك. listen for ideas، استمع للافكار. be flexible، خليك مرن. و resist the distraction، اللي هو الرسالة عشان ما تصلك ما تقطعها، ما تلهي نفسك. يعني في ناس كنت هتلقاهم قاعدين للأسف يا اخوانا في هنا وهو مركز مع الفكرة ويطلع على الموبايل ده distractor، اوكي، او يركز له مع حاجة خارجة. exercise your mind، ودائما درب عقلك. keep your mind open، خليك مفتوح يعني open minded. capitalize on thought speed و work listening. شوفوا زي الرسمة دي يا اخو، زي الصورة دي فيها طبعا لغة جسد، وفيها يعني ممكن زي اتكلم في الصورة دي نص ساعة. ده سيرفيس بروفايدر، يعني ممكن 90% يكون كلينيشن فيزيشن، ودي امرأة لابسة الحلق دي، هي مرة اوفر 70 فور شور. و eye to an eye contact، الاثنين مبتسمين والرؤوس شايفيننا دارينا كيف. بدي بسموها give yourself pat on a back. pat on a back لما زول يعمل حاجة جميلة بتقوم تهبش له ظهره كده، او تمسك يده وتمسحها، او تمسك كتفه وتمسحه. شوف خط يدها في يد الراجل ده كيف، الفيزيشن ده، وهي مبسوطة على الاخر. هي جاء عمل لها examination، شكلها في الكاوتش واتكلم معاه كلام يعني very impressive. هي مبسوطة منه جدا جدا، وقالت له كلام جميل. هو قام خط يده في كتفها، وهي خطت يده، معناه ممكن تكون خطت يده في كتفها هي، لا هو خط يده في كتفها هي، وما بعد ذاك هي ربطت له. وده ال patient doctor relationship يا اخوان. ال communication consists of 10 to 20 verbal messages، مكالمة بكون فيها 20% ده بالكلام، لكن الباقي كله 90 و 80% بيكون نون فيربال مسجز. لو دارين تعرفوا الحاجة دي، عين الزول بيلقى في خطاب وكده. يعني اليمن دي طبعا التلفزيون مليان بوتين واسمه الامريكان هنا. لاحظوا للناس المختلفة دي، شوفوا الاكسبريشن بتاعه، شوفوا يعني بوتين انا يوم شفته بيطلع رجله بجنبه كده، دي اللي زول حريف يكون هنا حتى عارفها. بعد ذاك ال face to face communication is the most effective form of communication and it's part of the phlebotomist job every day. طبعا معلش كلمة phlebotomist دي جات لأنه دي أصلا كنت كانت في محاضرة هم للناس اللي بيشيل العينات. ال verbal interaction can be depicted as a communication loop، وتداخل اللفظ ده باعتباره حلقة من حلقات التواصل. دي واحدة برضو من حاجة الكوميونيكيشن. ده patient لأنه فيه wrist band وعنده تقريبا كانيولا في يده التانية دي I think. ودي service provider، ممكن تكون nurse، ممكن تكون physician، ممكن تكون clinician، ممكن تكون whatever. الابتسامة ال eye to an eye contact، بعدين الانحناء عليه عشان تحسس انه كورديال وقريبه منه. كان ممكن تجيب على حلو وتجيب بعيد هناك، لكن هو بحس انه هي بعيده منه كده. طبعا الحته الوحيده ان احنا الكومفورت زون يعني
بنخليها appropriate. طبعا الكومفورت زون حدود مساحة الراحة في المجال الطبي بتكون very close من غير ما يحصل embarrassment، يحصل حرج للمريض او الدكتور. ليه؟ لانه بحكم المهنة انت ممكن يعني تفتح الشخص وتشوف كل حاجة وما يكون في مشكلة. ففي positive body language يكون في face to face positioning، يكون في relaxed hands, arms and shoulders, erect posture والاي كونتاكت اي ليفل. الانحناء ده عشان الاي ليفل، والالتفاته بتاعت المرأة العجوز مع الدكتور الانحناء والهادي برضو عشان مستوى النظر. ويكون في سمايلينج، وده مهم جدا جدا، اللي هي الابتسامه دي بتبدا تفتح جسور التواصل. يكون appropriate zone of comfort، الحته اللي انت موجود فيها يكون يعني ما قريبه خالص وما بعيده. الافكت بتاع البوزيتيف بودي لانجويج it aids the communication، بيساعد في التواصل. can make the interaction more pleasant، خلي التداخل اكتر. وبتهيئ المسرح set stage ل open lines of communication، الى الحديث بلا حدود عن اي شيء. promotes a sense of trust and honesty، و يعني تقوي من الشعور بالثقة والhonesty. و prevents from making the patient feel neglected، كتير مش والله ما الpatient يعني في كل حاجاتنا نحن اللي السيرفيس اللي بتقدم في بلدنا العزيز ده بتحس انك مش نيجلكتد، مش مهمل، انت مهان، انت مذل، انت ما صاحب حق، انت بس ما عندك اي صوت يعني يسمع، ما في حاجه اسمها كاستمر فويس، لا انت بس شفت اللي بيقول لك تسويه غصب عنك. نجي للسلايد الاخير، هو الاكتيف ليسننج. الactive listening helps the close communication loop، بنختم به الحلقة بتاعت الcommunication بتاعتنا، وبيخليك المسج sent can be indeed can be repeated and understood، تعيده وتفهمه. ممكن يكون عنده important ramification in the test result، له أثر كبير في تحقيق النتائج. في الحتة بتاعت listening ده، أول شيء get ready by concentrating on the speaker، تكون بكلياتك مع المتحدث. Pause occasionally to mentally summarize what you have said، توقف كم مرة عشان تعمل summary. verify that you are listening by letting the speaker know using اللي هو انت بتسمع للزول، تقول له ايوه بعد ما عملته كده 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 كان بالمرحلة الاولى، معناه ده عملت summary لحاجة، وهو بيحكي ايوه بالله وتاني توري انك متابع. Using phrases such as I see. Avoid making hasty judgment. ما تقاطع الزول اللي بيتكلم ده بقرارات جلسة اللي هو يعني يصل لconclusion في الحاجات. طيب ليه ما كان تضربهم كده hasty judgment؟ كان عمل كده تديه judgment. Verify the conversation with feedback، ولازم انت تدي feedback. Pay attention to body language، مهم جدا جدا، يعني ممكن تجي لناس في بيت بك وانت بتضحك تقول لهم الفاتحة سوف، او تجي في نايت تكون زعلان وبتاع وابشر ابشر وانت تكون دموعك في عيونك. Maintain the eye contact، لازم يكون في eye contact. و use the encouragement اللي هو التشجيع. Practice practice practice. الصورة دي شايفينها دي يا اخواننا، دي قمة الاكتيف ليسنينج. المتحدث هذا الشخص من الحركة بتاعت نخرينه والزول ده تحسه شال نفس عميق كده وعايز يطلعه، بيحكي من دواخل الزول ده وعامل يده كده يعني بيحكي من بأعصابه بكلياته، الزول ده ما خلى حاجة. الدكتورة دي بتعال له اي تو ان اي وسيريس، بتسمع فيه من حاجاته الطالعة من الاعماق دي، حركة يدها دي شايفينها. الزول ده شدة ما حسة بالصغة، هو هسي سرحان ما بعين الله في عينه، بعين in front of him وطلع في الحاجات من جواه. فده الاكتيف ليسنينج، خليك انت تراستد. اوكي يعني احنا حنجي لمانجينج تشينج، اي ثينك انه about 50 لكن نوت بروبلم. كيف إدارة التغيير؟ إدارة التغيير ده إخواننا حاجة أبدا مثلا. Organizational change is managed effectively، نقدر نغير إذا كان organization is moved from its current state to a planned future state،
إذا وصلنا من وقتها الراهل لهنا. The change works as a plan. إذا كان الحاجة خططنا لها مشت برضو بنقول في change. The transition is accomplished without excessive cost. والانتقال ده حصل بدون إضافات أو خسائر جديدة للorganization أو للindividual members. People are the key to successful change. المفتاح الأساس والركن الأهم هم الموظفين عشان ينقلوك لل change. People must take an interest and active role in helping the organization as whole. كلهم دورهم في كلهم. Permanent rekindling or individualized creativity and personality should be consequences of change. نتيجة للchange ده لازم يكون الcreativity بتاعتك والresponsibility بتاعتك تكون زادت. Motivating people to change. نحن بنحفز الناس عشان يحدث change. People must be motivated to change. People often resist the change. الناس دائما بيتغاوم يا اخوانا. والتغيير ما سهل. التشينج ده ما سهل. بنشوفه يعني مثلا هسي انا ما اعرف اديتكم المثال ده. اقول لكم امشوا الليلة دي. بعد تسمعوني. غيروا سريركم. شمال جنوب عملوا شريك غريب. شريك غريب عملوا شمال جنوب. بتنوم جنب الباب امشي ارقد جنب الشباب. بتنوم كده امشي غير مكانك. اثنين غير رقدتك. طبعا الزول يوم بيرقد على اتجاه واحد. غير الاتجاه ده بالاتجاه التاني. ما تخط مخدة تحت راسك. خنوم ساي من غير مخدة. واذا بتنوم من غير مخدة خط مخدة. غير كل الحاجات اللي انت بتعملها عشان تنوم. تشرب موية ما تخط موية جنبك كده. بتلقى الحاجة دي هتدعي عليه الليل كله. قالتني كان ما سمعت كلامك قالتني مكفر. هتقوم تغير ترجع لحاجة. فالتشينج في طبعا الانسان احنا ما بنتقبله. لانه مجهول العواقب. عشان كده تلقى العقل الباطن بتاعك بيرفض التشينج. الجنرال ريزون فور ريزيستنس ارايز ريجاردلس اوف ذا كونتنت اوف ذا تشينج. يعني بغض النظر عن شنو محتوى التغيير نحن بجينا الانيرشيا اللي هو العزم. بيبل دونت وونت تو ديسترب ذا ستاتس كيو. يا اخي انا ما كنت اقوم ثاني اعمل الحاجات دي مالي مالي. بعد ذاك التايمنج بوقته من ذا شود انتروديوس ذا تشينج وين بيبل ار ريسبتيف. تجهي الناس وبعد ذاك هنا. لكن كده التايمنج اللي قلته ما بعد ذاك السربرايز الداشه ريزيستنس ذاك وين تشينج سدن ان اكسبكتد اور اكستريم. لما يجيك فجاه يا اخي انا كنت ما معقول هسه تجي تقول لي يا اخي اعمل الحاجه دي ولا انا جاهز ولا كلمتني ولا بتاع ولا نايم. لازم انا اشوف كده. البير بريشر اللي هو الضغط بتاع الاتراب. ورك تيم مي هان توجذر ان اوبوزيشن تو تشينج. يعملوا احلاف. والله الموضوع ده ما يمشي اصله ما يمشي. احنا يا اخي هنا تطبقوا فينا كل بتاع كل تجربه. طيب motivating people change specific reasons for resistance arise من ديانا كرديناي في السلف انترست. في زول كندو عنده حاجه حقته fear that something of value will be lost. خلاص يا بالله هنا حيبوظ علينا. لازم نحفر له ولازم نطير ده حيشيل مننا الحوافز. ففي انترست حيضيع عليك. انا مودي الناس عشان يجوا الناس لا يدوني حافز بتاع اسافر برضو. المس اندرستاندينج سوء الفهم. بيبل مي ريزيست بيكوز ذي دونت فولي اندرستاند ذا بيربز اوف ذا تشينج. ما عارفين القصد من شنو. بعد ذاك في ديفرنت اسسمنت تقييم ولا امبلويز ريسيف ديفرنت ان يوجوال ليس انفورميشن ذا مانجمنت ريسيفز. كل معلوماتهم ما زي معلومات سيرش از ديسكريبشنز اوف النوليدج. نقص المعلومات ده بخلي كوز بيبل تو ديفلوب ديفرنت اسسمنت اوف ذا بروبوز تشينجز. في المانجمنت تاكتكس اللي هو التكتيكات بتاعت الاداره. ماني فيل تو كوميت الامبلوي تو تشينج. بتفشل في انها تلزم الموظف بالتغيير. فورس ذا تشينج اون امبلوي بالقوه. دونت بروفايد ذا نيسيسري ريسورسز. ما تديهم الريسورسز والنولج وكده. ده دي واحده من التكتيكات اللي احنا بنتبعها في التشينج تغيير الناس. لكن في اسلوب اسمه سارة ده انا ما جبت لكم هنا. لو لقيته بحاول الحقه في المحاضرة الجاية. سارة ده الاول كلمة اس دي شوك. لما تجي تعمل لك مشروع جيت عملت لك مشروع تلقى الناس في البداية ينقدوك عليك اللعانة زول المجنون ده في الخلص صقعة دي عامل لها هايبر ماركت وعامل لشنو بتاع. دايما people are cynic about change بيقللوه عشان خايفين منه.
بعد شوي يقول لك والله ما شاء الله زول ده تعرف جازف، لكن الله يمرقه. احتمال بد يبدو البيوت تبني حواليك وبتاع الحتة تعمر لك، والله يا اخي زول ده يا اخي سبحان الله يعني خلاص بعد ده الايقان ايقن. طبعا اي حاجة بيكون في مرحلة تشكيك في البداية، يقول لك الزول ده والله يفكر وكده وبتاع. بعد ذاك بتمشي انت تكون تحب تكون بارت من المشروع البروجكت يا اخي، ما في طريقة الواحد شاركك كده بتاع هنا، وده طبعا البشر كده. انا خلي دي تكون اخر حاجة، هي فيها سرد جنرال ريزونز فور ريزيستنس، اول شيء في الانيرشيا والتايمينج والسربرايز والبير بريشر، وفي المانجمنت تاكتكس التكتيكات اللي بتتبعها ذاتها قد تكون منفره، وده تشينج سبيسيفيك ريزون فور ريزيستنس. اي ثينك نجي المره الجايه نشوف هاو تو امبلمنت التشين. شاكر لكم يا اخواننا صبركم، وشاكر لكم طولة بالكم، واسال الله ان يعني ربنا يوفقكم.